السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم جديد فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنكتشفوا مع بعض منصة للتداول اللي كتعتبر من بين الافضل والاقوى الموجودة حاليا خاصة بالتداول. منصة ديال ايفست مشهورة ومعروفة، سبق لعدة تقنيين ومشهورين عرب شرحوا هذه المنصة هذه وخدامين فيها. منصة كتيح لك عدة طرق ديال التداول، التداول في الأسهم ديال الشركات المعروفة مثل جوجل، تيسلا، مايكروسوفت وغيرها من الشركات المعروفة. كذلك كتيح لك طريقة أخرى ديال التداول، التداول في النفط، التداول في الذهب، التداول في الكريبتو اللي هي العملات الرقمية. منصة شهيرة، سبق لعدة مدونين ولا تقنيين ولا مشهورين عرب اشتغلوا داخل المنصة وشرحوا هذه المنصة. هذه منصة ايفست كتعطيك حسابات تجريبية، حسابات إسلامية داخل المنصة. نخليكم مع هذا الشرح هذا. إذا مرحبا بكم من جديد، تابعوا الفيديو إلى آخره فإن شاء الله غنشوف معكم طريقة التسجيل، طريقة العمل، طريقة الإيداع وطريقة السحب. فان شاء الله الاخوان مرحبا بكم من جديد، فسجلوا الحضور ديالكم، لايكيو هذا الفيديو هذا، واي تساؤل خليوه لهنا ما تتردوش. اي تساؤل بخصوص هذا الموقع هذا ولا معلومات اخرى اكتبوا لنا تعليقات. اذا الاخوان كما كنشوفوا الموقع كيدعم اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه واللغه الاسبانيه. الموقع سلس، هنا يمكن لك تخدم على البروسور كما كتشوفوا. الرابط ديال الموقع تلقاوه في صندوق الوصف، جميع الروابط اللي غتحتاجوها غتلقاوها في صندوق الوصف. يمكن لكم ايضا تحملوا التطبيق، موجود على البلاي ستور كما موجود على الاب ستور، اجهزه ديال الاي او اس وكذلك الاجهزه ديال الاندرويد. فهنا تقدر تدخل ايضا من البروسر. فهنا تنديروا تسجيل الدخول، هنا هنا سجل، عفوا كنديروا تسجيل. اول حاجه كنديروا تسجيل، هنا الاسم الاول والاسم الاخير، البريد الالكتروني. هنا سهل جدا الاخوان، تسجيل سهل جدا. فكان كما كتشوفوا البريد الالكتروني على هذا الشكل هذا. كديروا هنا الرمز الدولي ديال البلد ديالكم، حنا مثلا في المغرب كنديروا المغرب، كنقلبوا على المغرب على هذا الشكل هذا الاخوان. طريقه سهله جدا. كتمشي شي دوله اخرى عربيه ولا دوله اخرى، كدير الرمز الدولي ديال هذيك الدوله. فالطريقة سهلة جدا الإخوان، كنديرو مروكو زائد 212، كنديرو الرقم الهاتفي ديالنا على الشكل هذا مثلا. فدرت رقم غير سميتو باش مبغيتش نحط الرقم ديالي على هاد الشكل هذا. كنديرو كلمة المرور، كنديرو تأكيد كلمة المرور. كود برومو الإخوان غتلقاوه هنا في صندوق الوصف، ضروري مديرو باش كتحصلو على كود برومو. هنا تحديد، هنايا كنديرو تحديد، قبول الترويج، ارسل. طبعا هذه هي الطريقه ديال التسجيل. من بعد الاخوان دابا انا غنسجل، غادي جاني مسجل الاخوان. بعد ما قمنا بالدخول ديجا درنا الايميل ديالنا، كنديروا الايميل وكنديروا الباسورد وكندخلوا للموقع على الشكل هذا. فكطلع لنا هذه الواجهه ديال الاخوان. فكنشوفوا هنا نشرح معكم، انا مثلا كنشوفوا بزاف ديال المعلومات هنايا. فكنشوفوا هنا الكريبتو، نتعرفوا على الموقع اكثر الاخوان. فهنا ايفست، ابدا التداول، انواع الحسابات التداول هنايا، تداول هنا تجريبي، يمكن لك تجرب الاخوان، كيعطيكم واحد الرصيد يمكن لكم تجربوا. فمن بعد ان شاء الله كديروا الايداع وكتستثمروا في الموقع وكديروا التداول. تداول الاسهم بزيرو عموله، هنا حساب تداول اسلامي، كاين حتى حسابات اسلاميه. ويمكن لك هنا تداول في اليورو، الدولار، البيتكوين، الذهب، النفط، الاسهم ابل واسهم تيسلا. هنا طبعا هذا الموقع ايفست معروف لا عربيا لا عالميا. هنا عده جرائد دوليه وعربية هضرات على ايفست، تعرف على ما تقوله. يمكن لكم تدخلوا وتكتشفوا بالنفس ديالكم الاخوان. فموقع صراحة انا شخصيا كنعرف عدة اصدقاء استثمروا فيه ولا خدامين فيه، كيدير التداول لا في الاسهم لا سميتو لا في العملات، فخدامين صراحة. فكما كنشوفوا هادو هما الجرائد اللي هضروا على الموقع. يمكن لكم ايضا تدخلوا هنا وتعرفوا عدة معلومات ديالهم، المدير التنفيذي ديالهم هو هذا. فهادو هما المعلومات كما كنشوفوا هنايا، بيانات فورية، حسابات مجانية 100%، ايضا بدون رسوم خفية.
فيمكن لكم تدخلوا عرف المزيد. فهذو ما طرق الدفع، هذو ما طرق اللي كيدعم الموقع. وعندك هنا السيبور، اي تساؤل فكتلجا السيبور وكيجاوبوا معكم بسرعه. فرجعوا لهذه الواجهه هذه. فإلا بغينا نديروا مثلا، فاول حاجه يمكن لكم باش تبداو من بعد التسجيل فكديروا هنا التفاصيل الشخصيه طبعا، تاريخ الزياده وما الى ذلك، وهنا مركز التحقق فكديروا هذه المعلومات، هذه اثبات الهويه، جواز السفر، وتحمل هنا صوره، هنا جواز السفر او الكارت ناسيونال، هنا صوره مصغره، وهنا الفاتوره اثبات الاقامه، فاتوره ديال الماء او الكهرباء. فمن بعد كتحصلوا على واحد الرصيد طبعا، وكيمكن لكم ديروا حساب تجريبي وتبدا. والموقع ان فوا كدير اي انفستيسمون في الموقع، ان فوا كدير الايداع، فكيعطيكم الموقع الدوبل، كيعطيكم الدوبل ديال داك المبلغ اللي كتحطوا مثلا، كتحطوا مثلا 500 كيعطيكم الموقع 1000. فكنشوفوا هنا المؤشرات، هنا الاسهم الشائعه، تقييمات اليوميه، وعدت معلومات هنا، الاسهم، فوركس، سلع، العقود المستقبليه، المؤشرات. فان شاء الله من بعد الى بغيتوا كتبوا لي وتعمقوا في الشرح داخل الموقع. هنا كنشوفوا هنايا الرسم البياني للتداول، هنا عده معلومات اخرى، هنا البيع الشراء. فكنشوفوا بزاف ديال هنا بحال على شكل بورصه كما كتشوفوا الاخوان. هنا الى بغينا نديروا الايداع طبعا، عندك هنا الايداع وعندك هنا السحب. فغنشوف معكم دابا الايداع، وهنا الى بغات تقوم بالدعوه ديال شي صديق طبعا. فهنا كنشوفوا مكتب الخدمات، هنا مهم عندنا الغرض بالايداع، كنشوفوا هنا فكنشوفوا هنا فيزا، ماستر كارد، بيرفكت موني، الكريبتو، السكريل وما الى ذلك. هنا الحد الادنى والحد الاقصى مثلا ديال الدولار حتى 10000 دولار. فهنا هذا الموقع كيدعم جميع الطرق هذه، الكريبتو، السكريل، الفيزا، الماستر كارد، بيرفكت موني وغيرها من الوسائل ديال الدفع. فهنا طبعا عندك الوضع الليلي، تقدر تفعل وتقدر تحيدو، فانا عجبني الوضع الليلي. فكنشوفو هنايا الدراسة، هنايا كنشوفو هنا. فطبعا للمزيد من المعلومات ان شاء الله نديرو فيديو اخر باش ما يطولش هذا الفيديو هذا، ونشرحو فيه تفاصيل اخرى على الموقع. هنا يمكن لك ايضا الدعوة ديال الاصدقاء ديالك، فكنشوفو هنايا الاخوان جميع المعلومات. فطبعا عندك هنا اللغة، شوفوا هنايا مثلا عندك هنايا حسابات سيلفر، حسابات سيلفر وجولد وبلاتينيوم ودياموند. فالحساب هنا سيلفر 250 حتى 499، فجميع الحسابات هنايا الجولد، حساب ذهبي، الحساب بلاتينيوم ودياموند. فكما كنشوفوا الاخوان هذو هما الحسابات ديال ايفست. فهنا الكريبتو ايضا، عندك هنا مثلا عدة معلومات اخرى، فكنشوفو هنا عدة معلومات اخرى الاخوان، تراد، بداية هنا الترادي، ستارت ترادين، ترادين بلاتفورم، هنا كنشوفو الاخوان قلنا واش لابليكاسيون، واش الموبايل، واش الويب. هنا كنشوفو الترادين برودكت كما قلنا، هنا الذهب، وقلنا هنا تيسلا، وهنا الاورو والدولار، ليديكاسيون كما كنشوفوا الاخوان، هنا الاخبار، الاكاديمي، فجميع المعلومات الاخوان. فغتلقاو الرابط ديال الموقع، ودخلوا شوفوا الموقع وتعرفوا عليه من خلال الرابط اللي غنترك لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. للمزيد من المعلومات وبغيتوا تعرفوا اكثر ونتعمقوا شويه في التفاصيل، فاكتبوا لي هنا في التعليقات ان شاء الله، ومن بعد نديروا فيديو اخر باش ما يطولش هذا الفيديو هذا. ما تنساوش اي تساؤل كما كان الاخوان كتبوه هنا في التعليقات، ولا اجيو الانستغرام ايضا لايك لهذا الفيديو هذا، اشتركوا في القناه اللي مازال ما مشتركش. وهذا هو الفيديو ديالنا اليوم.